طب هل في صفقات افريقيه يعني ممكن نشوف بعض اللاعبين من افريقيا او من اي دول اخرى في حركه التنقلات ديت؟ لان احنا بنتكلم ان حميد حداد مثلا كمهاجم سترايكر صريح لنادي الزمالك رحل، خالد بوطيب مستمر، عمر السعيد موجود، هل هيكون في استقطاب حد تاني مع عوده طبعا مصطفى محمد برضو نادي الزمالك؟ ايه اللي هيحصل؟ نادي الزمالك استقر على اعاره خالد بوطيب، ده مش من دلوقتي، ده من كاس الامم الافريقيه. اللاعب ما شاركش مع منتخب بلاده، اللاعب بيتعرض لاصابات كتير جدا. مستواه اللي اكبر الزمالك انه يتعاقد معاه بدا يتراجع، اللاعب مشاكله كتير، نادي الزمالك خلاص قرر انه يتخلص منه بالاعاره، بيبحث تسويقه في الفتره الحاليه، لكن الزمالك فعلا بيكثف تفاوضاته مع المهاجمين اجانب خاصه العرب. يعني الزمالك بيبحث التعاقد مع مهاجم عربي بعد التعاقد مع اشرف بن شرقي، لان الاعتماد على اشرف بن شرقي مش هيبقى في مركز المهاجم الصريح، فالزمالك بيسعى فعلا انه يجيب مهاجم افريقي او عربي بس التركيز على العربي. عايز اقول لك ان عمر خربين ابرز الترشيحات، عمر خربين شفنا فتره اعارته مع بيراميدز اثبت تواجده في الدوري المصري ونجح في انه يكون ليه بصمه في الدوري المصري رغم كسر المده او المباريات اللي لعبها مع بيراميدز، لكن نادي الزمالك بيسعى لضم عمر خربين كبديل لخالد بوطيب.